بجد. سؤال مباشر اتفضل. يعني حضرتك بنتكلم على العماره المصريه والطموح اللي احنا بنتكلم بيه والشباب المصري واحنا ان شاء الله نقدر ونقوم والكلام دوت، لماذا تراجع دور العماله المصريه في العديد من الدول حتى داخل مصر؟ يعني بعض الشركات وبعض المصانع الموجوده في العشر من رمضان بتستعين دلوقتي بالعماله الاسيويه، بتقول لك ان انا بريح دماغي، العامل الاسيوي بيجي يشتغل بانتظام بياخد اجر قريب من الاجر المصري وبيديني نتيجه افضل. لماذا تراجع العامل المصري؟ احنا بنتكلم على مجتمع فيه كل حاجه، فيه دكتور وطبيب وعامل وكل حاجه، لماذا تراجع دور العامل المصري في الاونه الاخيره؟ تراجع لان هرجع تاني لفكره وين وين سيتويشن، انا اكسب وانت تكسب. العامل المصري النهارده بقى يحس ان صاحب المصنع بيكسب وهو ما بياخدش حاجه، يعني بقى القصه هنا ما هياش هو الطرف المظلوم. ساعات بيبقى الطرف المظلوم وساعات بيبقى الطرف الظالم، يعني ساعات رؤوس الاموال او رجال الاعمال بيلاقوا ان طلبات العمال عايزين فلوس مش بيشتغلوا، انما العامل الاسيوي بيجي عايز يشتغل باجر اقل وبيطلع برودكتيفيتي اعلى. لان بص يا محمد، احنا عندنا حاجه اسمها الاكتيفيتي وحاجه اسمها البرودكتيفيتي، النشاط والانتاجيه. انا النهارده فرحتي لما يبقى عندي عامل مصري ايا كان جنسيته بيطلع مثلا من المنتج ده 18 وحده، 18 منها وحده منهم 17 بايظين، هو في اجمالي العدد هو مطلع 18 بس منهم 17 ما ينفعوش. العامل النوعيه الثانيه لا بيطلع 18 18، فانت بالعقل كده ده بياخد. طب ده ناتج عن ايه؟ هل للضمير؟ طبعا احنا عندنا مشكله ان احنا بقينا كده، اللي هو يقول لك ايه، عايز ما اعملش حاجه واخد فلوس، عايز باقل مجهود اطلع اعلى امكانيات. ساعات في عمال كده وساعات في رجال اعمال او اصحاب اعمال ظلمه جدا جدا بيظلم الناس بتوعهم جدا، يقول لك لا ما لازم يشتغل ويطلع روحه ويبقى الراجل على اخره. ما انت عشان تعمل مانجمنت صح او اداره صح لازم تعمل الوين وين، يبقى انا كسبان وانت احس بالمكسب، مكسب مادي ومكسب معنوي ومكسب كل بجميع انواع البريفليجز او المميزات الموجوده احس بيها كعامل. لو انت احساسي بالريالتي ان انا صاحب المصنع، ليه ساعات رؤوس اموال او رجال اعمال يخلوا العمال ياخدوا شير هولدر، ياخدوا اسهم في المصنع؟ ليه؟ لانه عايز يحسسه ان هو جزء من العمليه دي، مش مساله مرتب، ان ده ماله وان دي حاجه بتاعتك انت لازم تنميها. لما هتشتغل كويس هيعود عليك في الاخر انت بالنفع، وده من انجح الطرق في المانجمنت، ان انا احس تحسسك ان جزء من العمل. طب دكتور هو ده متبع عندنا في مصر؟ يعني شبه لا، يعني قليل جدا 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 الشركات المنتاليتي اللي بتفكر في الموضوع بالمنظر ده. الموضوع ما بين العمال ما بين رؤوس الاموال ما هوش متوازن، يعني صاحب العمل عايز احسن حاجه والعامل عايز يقبض احسن حاجه، طب وماله؟ خليه شريك معاك، خليه بيشارك باسهم ولو بنسبه بسيطه، وفي نفس الوقت كل ما هيحسن شغله كل ما هيعود عليه هو بالنفع. في رجال اعمال لا بيعملوا تامين صحي على العمال ولا اي حاجه خالص، افرض لا سمح الله مصنع وعامل ايده اتقطعت بيحصل ايه؟ ما هي برضو انت عندك مشاكل كتير قوي، العمال في المحاجر مثلا حاجات الاسمنت بيجي لهم مشاكل مع اللنج مع الرئه طب مين يعني بيستفادوا ايه؟ هو بيقول لك في الاخر بيمص دمنا وفي الاخر لما بيرمينا بالظبط كده، ما عندوش الاحساس بالامان. انا عايز العامل يشتغل وهو حاسس بالامان قوم يدي اكتر، مش يقعد في الشغل يفكر لما يروح هياكل العيال ايه، ما ده اللي بيحصل لانه ما عندوش تولز. عشان كده في المحاور الجديده او في الاماكن الجديده لو وفرتي لي سكن، وفرتي لي عيشه كويسه، طب ما انا هشتغل وانا كويس وبقبض وبطلع انتاج كويس وسبل المواصلات اقدر انزل القاهره. زي ما حضرتك قلت ان انا لازم يكون في خطه أو منظومة معينة أبدأ، يعني أنا دلوقتي مثلا كنا في بداية الصباح هذا الصباح كنا بنتكلم على خبر بيقول إن 50 ألف وحدة في مدن جديدة، ممكن الوحدات اللي بيكون بيتم توفيرها دي في أماكن غير مؤهلة للسكن، فأنا دلوقتي مين اللي هيروح يفكر إن هو يروح ياخد في منطقة صحراء؟ ممكن بعد 5 6 سنين 10 سنين تكون اتعمرت، بس أنا عايزة دلوقتي أعمرها، أوفر كل الخدمات اللي موجودة علشان أقدر يعني أخرج بال يعني عايزة أقول لحضرتك إيه، إن أنا أريح القاهرة شوية أو العاصمة من التكدس السكاني والتكدس المروري لأماكن أخرى أقدر أستغل الشباب
وفي نفس الوقت بس أريح يعني الأماكن الأخرى نجلاء لازم تكون مؤهلة إن الناس تقعد فيها. بالزبط. يعني أنت قلت جملة ما ينفعش حاجة اسمها بري بلان، قبل ما أفكر أودي حد لازم أوفر له الحاجة عشان ما يروحش ويرجع، لازم الحاجة تبقى وسيلة مواصلات، مش يتعذب كل يوم عشان يجي مثلا، ولا مفيش مدارس لعياله، مفيش أي حاجة، طب ما هو يقعد يعمل إيه؟ إن لازم المكان يبقى مؤهل للمعيشة فالناس تروح، إنما أنت بتقولي روح وبعدين نبقى نعمر، لا ما حدش هيرضى، حدش هيرضى يعمل ده. وفري سبل المعيشة، وفري المجتمع اللي الناس تعيش فيه، هتلاقي ناس كتير قوي بتروح، الناس محبب عليه. هو احنا النهاردة لما بنروح أماكن يعني حتى لو هي على بعد من القاهرة ولا نص ساعة مثلا، الرحاب مش عارف إيه، من الناس بتروحت ليه؟ في وسيلة مواصلات تقدروا جوه المكان، في كل حاجة، في مستشفى، في مدرسة، في خلاص. لو وفرت لي كل ده أنا مش محتاج أنزل العاصمة أعمل ده، وده في كل بلدان العالم. يمكن كان في تجربة الدولة قامت بيها عايزين نقيمها دلوقتي، وممكن إن إحنا تتقرر في محور قناة السويس، هي مديرية التحرير. يعني تجربة الستينات، مديرية التحرير، الدولة عملت مجتمع هناك وابتدت تدي الناس إغراءات عشان تروح للمكان دوت. مديرية التحرير دلوقتي يمكن من أكبر المناطق الزراعية اللي بتدي إنتاج زراعي في مصر وإنتاج حيواني كمان. يعني هل ممكن فعلا التجربة دي تنفع نكررها في حتة تانية؟ طبعا طبعا يا محمد تنفع. هو لما عملوها، شوف انت قلت ايه، وفروا المكان، وفروا التولز اللي الناس تستخدمها، فالناس راح وبقت من اكبر المناطق للانتاج الزراعي. ده شيء رائع جدا. في فكر، وديني في حتة اقدر اشتغل فيها وانا مرتاح وانا ما عنديش اي مشكلة، محدش غاوي وجع قلب. اوعى تقول لي ان الشباب النهاردة يعني غاوي وجع، لا، هو لو راح لان الحكاية كويسة وبيقبض كويس. ده في ناس يعني، في ناس بتروح لاماكن غير مؤهلة. انت انزل الصبح كده شوف الناس، العمال قاعدين ازاي مستنين حد يقول لهم تعالوا اشتغل. ناس عايزة شغل، صح، حدش يعني حدش عايز يشتغل، ناس عايزة تشتغل. بس كمان ما تودينيش لحتة ما فيهاش اي وسائل راحة ولا مواصلات ولا اي حاجة، وبعدين تقول لي انت مطالب اجبار انك مش هقدر. هو كل واحد ده انسان. واحنا كمان في مشكله لازم يعني نتطرق اليها، واحنا بنتكلم على فرص عمل للشباب وعلى البطاله الاميه. يعني انا دلوقتي بطالب ناس انها تشتغل في اماكن، الاماكن دي محتاجه ان انا اكون على الاقل بعرف اقرا واكتب، يعني يكون عندي نوع من الثقافه ولو بسيطه. ناس كتير جدا وفي القرى وخاصة اللي موجودين في قرى الصعيد، ناس كتير جدا ما بتروحش مدارس وما بتتعلمش، ومطالبين بعد كده ان هم يشتغلوا وياخدوا مرتب عالي. طب ازاي يا نجلاء؟ هو ليه ما بيروحش المدرسة؟ تاني هنرجع تاني خطوة لورا لمازلو والمثلث بتاع اول حاجة وفريها لي تحت في القاعدة، حطها الاحتياجات الفسيولوجية. اكل، ما فيش فلاح هيودي ابنه مدرسة وهو محتاج له في الغيط. هو ليه بيجيب 4-5 عيال؟ الكونسبت او الفكره عنده ايه؟ هو عايز 5-6 عيال يساعدوه في الغيط عشان يطلعوا فلوس عشان يقدر يعيش. انما النهارده انا لو موفر له الحد الادنى للمعيشه وقلت له ودي عيالك يتعلموا، هيوديهم. انما هيوديهم ليه هو المدرسه اذا كان هو مش لاقي اصلا ياكل؟ هيتعلم ازاي؟ لا نطالب الناس باكبر من قدرتها. اديني احتياجاتي الفسيولوجيه، اديني الامان. ما هو انا لما اكون بروح المدرسه وابني كل يوم بتخطف على المسافه اللي بيروحها المدرسه دي، ما انا مش هوديه. انت في القاهره هنا لما حصل مشكله في القاهره والناس كانت خايفه تودي العيال المدرسه، ما هو حقه يعني انا ما اقدرش، لازم احس بالاحتياجات الفسيولوجيه تتوفر. اتنين، احتياجي للامان، وبعدين ابقى اعلم واودي واحب انما غير كده هنقعد نتكلم في كلام نظري. دكتور احنا الكلام العملي، لو دلوقتي لو الدوله ما اتحركتش تجاه الشباب فيما يتعلق بتنميه محور قناه السويس، الشباب المفروض هم يعملوا ايه؟ لو هم اللي عايزين هم ياخدوا الخطوه الاولى تيجي من ناحيه الشباب، المفروض ان هم يعملوا ايه؟ مش بالعافيه يا اصل، بص انت صاحب القرار.